بسم الله الرحمن الرحيم. يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء، يا فارج كرب ذي النون يوم عاشوراء، يا جامع الشمع ليعقوب يوم عاشوراء، يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء، يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشوراء، يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشوراء، يا مجيب دعوة صالح وفي الناقة يوم عاشوراء، يا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك. سبحان الله ملء الميزان ومعطى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا مرجى من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والبدر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله. سبحان الله ملء الميزان ومعطى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا مرجى من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله. سبحان الله ملء الميزان ومعطى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا مرجى من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله. سبحان الله ملء الميزان ومعطى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا مرجى من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله.
سبحان الله ملء الميزان ومعطى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله سبحان الله ملء الميزان ومعطى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا معوج من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله سبحان الله ملء الميزان ومعطى العلم ومملأ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا معوجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله سبحان الله ملء الميزان ومعطى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا معوجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله وصلى الله تعالى عليه وسلم اے پروردگار عالم جتنے لوگوں نے یہ دعا سنا ہے اور ابھی جو بھائی یا بہن نے سنا ہے اے میرے پروردگار عالم اس دعا کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں یہ تمام سننے والے کو اس دعا کی فضیلتیں حاصل فرما مولا اس دعا کی برکت سے پورا سال اپنے حفظ و امان میں رکھ اے میرے مولا ہم سب کو اس دعا کی برکت سے ہر پریشانی سے محفوظ فرما ہر بیماری سے محفوظ فرما اور ہم سب کی رزق میں بے پناہ اضافہ فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین